الجنوبية على دور الرسالة الجنوبية. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات على هذا النهائي الذي يجمع المولودات الشقيقان حب وفاء بينهما وعراقة وجدارة وشدارة. الهزيمة ما تمناش يا ولد السلطان، الهزيمة ما تمناش يا مجد جرجديد. أكيد من الخطأ يتعلم كل عاشق والهاد. ليش؟ لأن العرس هو عرسنا والفرح هو فرحنا، وكلنا نعلم أن كرة القدم واحد فائز والثاني منهزم والرابعة مرتدة والخمسة أرضية والسبعة أين العلوية؟ أين الأسماء الحاضرة؟ أين الحل؟ أتى المشاب الصحيح. هذه أرضية وهذه سريعة وهذه أسرع، وطالت رمية تماس لمصلحة فريق، لمصلحة فريق أولاد سلطانة. الايوبي، انظر في الايوبي ولد السلطان الشمسي، اسود اللون ابيض اللون، لونه الجنسي نفس السيف هشام. شو هشام؟ هشام شفنا وفال حماد، حماد شفنا وفال. صالح مرسام حكام، برافو حكام، برافو عسكري. إذا أتى الهدف الأول إلى السلطان معناته المحرقة النهائية لا زالت مستمرة. البطاقة الصفراء، البطاقات الصفراء بدأت تتهالك المتلفظة، وهذا عائد إلى الاحتكاكات وعائد إلى الاحتكاكات. لكن الكرة الركنية نفذت الزاوية وطالت بالراس وعادت زاحفة ساقطة. بناء عملية نجمة حاضرة والتوغل حاضر والاحتكاك البدني حاضر، كل هذا وذاك يعتبر فقر فوائد شاسعة. بينكما حكاية يا ولد السلطان، وبينكما رواية يا مجد رشيد يا ولد الساحل. انظروا إذا ولاد سلطان يسجل الهدف الأول. إذا النتيجة العام أصبحت هدفين لهدف واحد لصالح فريق مجد شر جديد. إذا المقابلة تسرف على نهايتها، ولكن يقلص فريق ولاد سلطان النتيجة. الآن عيشوا أوقات حماسية بنهاية المباراة، إذا ترقبوا الأجواء الحماسية. ممكن ولاد سلطان يعود في النتيجة على بعد 6 دقائق من نهاية المباراة. إذا نعيشوا أشواق أطوار شيقة وحماس يعني وقوة، وفعلا ولاد سلطان رجعوا في المقابلة يعني بعد ضغط قوي مرسوه على بسرج. حكم المباراة يقود المقابلة بيد من حديد كما يقولون. الآن هذه واحد كرة خرجت الشرط للفرد تماس لفعلة ولاد السلطان. كرة عند لاعب 5 اللي عطاها من الرلوخ خطيرة هذه من الجهة اليسرى، وفعلا ولكن اللاعب بعد الكرة تدخل كان مشروع. الحكم فعلا كان تدخل مشروع، والحكم اللاعب المدافع رقم 2 بعد الكرة يعني إذا الكرة خرجت الشرط
كرة خارج، ولكن الحكم الكرة الكرة اللي كان خارج الشرط فعلا فعلا الحكم فكان حكم علينا الشرط كان تدخل مشروع المدافع. الان هذه خطيرة ولا حماسية الكرة هذه خطيرة ودخل المهاجمين ديال ولا السلطة، ولكن عدو الدفاع ديال ولاد مجد شرجي بعد الكرة الشرط شرط لفائدة ولاد السلطان من الجهة اليسرى. الكرة خطيرة هذه ولكن الكرة كانت تسمى من رش المهاجمين مازال خطيرة، والآن أصبح هجوم مضاد لفائدة مجد شرج جديد. مازال الكرة هناك ارتباك في صفوف فريق مجد شرج جديد. إذا هنا الآن هذا هجوم مضاد لفائدة مجد العراشمية أو مجد شرج جديد من الجهة اليسرى، ولكن الكرة ضاعت وهذا هجوم خطير من الجهة اليمنى مرر مربع الدفاع، ولكن اللاعب مدافع بعد الكره. اذا اجواء حماسيه كتعيش نهايه المباراه على بعد حوالي اربع دقائق. الان هذا هجوم خطير من الجهه اليمنى واللاعب مدافع بعد الكره فعلا مازال هناك اخذ ورد بين المدافع. اذا هذه خطيره من الجهه اليمنى المهاجم مرر للرقم جوج وفعلا هذا رقم سته لمسات فنيه واجواء حماسيه لفريق نعم ولا السلطان وخرج وبعد اللاعب 14 بعد الكره في الشرط. اذا بقينا كنعيشوا اللاعبين دخلوا في الاجواء يعني كيعطيو كل ما عندهم في الانفاس الاخيره من المباراه وضغط قوي لفائده ولاد السلطان اللي مارس ضغط قوي وكان توج يعني. الهجوم من الجهه اليسرى لفائدته فعلا هذا هجوم مضاد خطير خطير هذا وهناك، ولكن الحارس دفاع دخل رقم ثلاثه وبعد الكره مازال خطيره من الجهه اليسرى المهاجم وراوغ فعلا ومرر خطيره وسجل الهدف الثالث والفاد بن حاس يحسم المباراه وفرحه عارمه لفريق مجد. إذن هناك هدف أسطوري هدف خيالي سجله مجد شرج جديد وهي عالم المستدينة وتورينا العشب وما يوجد في النار لا يوجد في البحر. إذن فرحة اللي كنا نطمح فيه